ملحوظه انه مجموعه الصعيد فيها شرقيه الدخان من القاهره وفيها الاعلاميين ايضا من القاهره، ودي المفروض مجموعه للصعيد، وبالتالي لابد من يعني بحث هذا الامر الفتره المقبله ان شاء الله. طيب نروح على مجموعه الصعيد، قول لي بقى النتائج. واحنا بنعرض عندنا بني سويف شرقيه الدخان القمه اللي هو فريق الشرقيه الدخان ب 36 بونت، وبني سويف بعد هذا الفوز بقى 26 نقطه يحتفظ بالامل لانه ما زال هناك دور كامل. اتفضل. طبعا بقاء الشرقيه الدخان وفريق الاعلاميين ده يرجع كابتن شوبير لبقاء نادي اسوان وبقاء نادي الجونه في الدوري الممتاز، عشان طبعا كان في تساوي. كان يا فندم انا اغير النظام، اعمل اربع فرق يطلعوا لما ما فيش فرقه تنزل بالفعل مثلا، يعني كده يعني إيه، يعني اعمل اي حاجه يعني بالفعل. وده كمان في المجموعه كان في ازمه كبيره لفريق نادي بني سويف، اللعيبه رفضوا بالامس طبعا حضور التدريب، لكن تم صرف مستحقات النهارده، وكمان شفنا انهم حققوا فوز مهم جدا على الشرقيه للدخان الفريق المتصدر، زي كمان كانت الهزيمه الثانيه زي ما فريق ديروت نجح في الفوز على الشرقيه للدخان. كان في المباريات اسمنت اسيوط بيحقق الفوز طبعا الاول معنا اجوان اسمنت اسيوط وشبان المسلمين طبعا 2-0، وكان يعتبر في تعثر مادي كبير لفريق نادي شبان. اللي قدامنا ده 2-0 للقنا بالفعل، كان في انتعاشة كبيرة. انا لعبت في الملعب ده على فكرة. والله كابتن لعبت ماتش مش جلب المدرجات، لعبنا في الكاس مع عندهم ملعبين مع شبان انا اذا كان تاخده ده لعبت ماتش الكاس كان 2-0 وجبنا الجونين في اخر ربع ساعه، هو ملعب كمين لاي فريق، وكان يعتبر كارثه. لكن في المباراه كابتن سعيد كابتن شوبير كان في تالق كمان لحارس مرمى ده الملعب يعني كان في تالق كابتن شوبير لحارس مرمى هنا، يعني كان في ضغط كامل لفريق المنيا في هذه المباراه، لكن هم نجحوا بتسجيل هدفين. طهطا وسموسطا المباراه كانت ده اسمنت اسيوط واول فوز لاسمنت اسيوط بالفعل، كان طهطا كمان التعادل مع سموسطا واحد، كيما اسوان مع بترول اسوط كان التعادل، الفيوم مع الالومنيوم كان التعادل ايضا، كان الاعلاميين مع تلفونات بني سويف، يعني جوله كان فيها اكتر من تعادل سلبي، كمان ديروت مع سوهاجو كان في تالق لفريق ديروت في هذه المباراه، فريق اقوى هجوم في هذه المجموعه. هدف مارادوني رغم ما فيهوش ترقيص بس يعني مشوار جت جون في الاخر طبعا كان في تالق لفريق اسمنت اسيوط، والدكتور هيثم صالح ده جميل الفريق. هيثم ده جميل من اللي عامل اداء جيد جدا مع الفرقه، لكن كان في التجهيز كابتن شوبير للموسم يعتبر كان صعب جدا لان الامكانيات، وطبعا ما كانوش عارفين هيطلعوا ولا مش هيطلعوا هيلعبوا بالفعل، لان هو انا كنت طبعا اتكلمت معاه فقال لي هو كان يعتبر احنا جهزنا في اسبوعين فقط. الاعلاميين كمان هم يعتبر تعادلات كتيره جدا في الاعلام مع كابتن ياسر الكنان، عنده عقده كبيره جدا بيتقدم على اي فريق تقدم كتير وفجاه يتعادل في نهايه المباراه. لكن اللي يعتبر الغريب في المجموعه فريق ديروت اللي بيقدم في المركز الثالث 27 نقطه، السلفات كانوا نازلين هابطين هبطوا. هنا بقى نشكر طبعا رئيس النادي الاستاذ محمد صلاح اللي شاف العيوب كانت فين، العيوب كانت عمل شاطر. بالفعل كان عنده عقود عاليه كابتن شوبير، جاب لعيبه يعتبر في نفس التعاقدات النادي 60-80 ألف جنيه، مدرب محمد الصديق اللي كان دايما مساعد كابتن سعيد مع كابتن ضياء الزعيم طبعا شايف المجموعه. كمان هنا في المركز الرابع الاعلاميين، صديق نجم الاهلي والزمالك القديم ولا صديق تاني من الصعيد؟ لا محمد صديق بتاع الصعيد كابتن لاعب سوهاج اللي كان بيلعب في سوهاج تمام عشان لا يختلط الامر على الناس. بني سويف طبعا مع كابتن محمد يوسف مركز سادس، ورغم الازمه الماديه وكان فريق بينافس، لكن بنتمنى حل المشكله، والمشكله الاداريه كمان كابتن شوبير اللي بين اعضاء مجلس الاداره، لان علي سليم رئيس قوي يعني والمفروض بالفعل، لكن طبعا كان في حديث معاه فهو ذكر كابتن شوبير ان في خلافات بين مجلس الاداره ومتى الانتخابات قربت يعني بالفعل. ناخد الترتيب والنتائج وفريق الاسبوع. الشرقيه الدخان مركز اول 36 نقطه، المنيا مركز ثاني 31 نقطه، ديروت مركز ثالث 27 نقطه، الاعلاميين مركز رابع 26 نقطه، الالومنيوم مركز خامس 26 نقطه ايضا، فريق بني سويف مركز سادس 26 نقطه، الفيوم مركز سابع 21 نقطه، المركز الثامن سوهاج 21 نقطة، وفي المراكز الأخيرة المركز الأخير طبعا أسمنت أسيوط 10 نقاط، طهطا 12 نقطة، مركز ال 15، مركز ال 14 كيما أسوان 14 نقطة، مركز شباب سموسطا المركز ال 13 15 نقطة، وتليفونات بني سويف اللي شايف إن هيكونوا مع الدور الثاني هيكون في صحوة لفريق تليفونات بني سويف وشبان إنا. لكن هنروح سريعا لمنتخب الأسبوع. محمود صديق حارس إنا طبعا في منتخب الأسبوع، محمود شمايكل مدافع الفيوم، إسلام مصطفى مدافع نادي بني سويف، باك يمين محمد حفظي سوهاج، باك شمال حسام البدري لاعب بني سويف، محمد عبد الرحمن السلك لاعب سموسطا، واحمد سليمان اسمنت اسيوط، وعمر مختار لاعب بني سويف وسط الملعب، محمد اشربين جناح الالومنيوم، محمد
عيد لاعب اسمنت اسيوط، واحمد عبد الكريم مهاجم انا، لاعب الجوله عمر مختار لاعب نادي بني سويف، مدرب الجوله محمد يوسف مدير فني بني سويف، افضل بديل حسين ابراهيم لاعب نادي انا، هداف المجموعه اسلام عبد الراضي 12 هدف لاعب ديروت، واسلام عبد الراضي مع فرغ البلو طبعا مسجلين 19 هدف.